كشباب في نطاق المناخ، في هذا الفضاء ديال المناخ، في معوقات كثيرة اللي كنشهدوها، منها نقص التمويل، منها فرص غير موجودة كثيرا خاصة للشباب اللي في المنطقة ديالنا، يعني المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية، في مشاكل أو حدود عدم اتخاذنا يعني بطريقة جدية، وألاحظ مشاكل أخرى اللي هي من جهة أنني ناشطة مناخية أنثى، ففي كثير ديال التمييز، في قلة الاحترام، في مثلا نتكلموا في واحد المواضيع ونشاركوا في واحد الراوند تيبل والنساء يقاطعونهم أكثر من الرجال، فهذه كتخليك أنك تحس باللي أنه مكان ما كيستقبلكش، فكتحس بواحد الخسارة، كتحس بأنه ماشي مكان اللي ممكن تخلو، ممكن تكون طموح، فكيحسك باللي المرأة باقا ك يعني عضو أدنى، كجنس لا يجب اتخاذه بجدية، وهذه مشاكل اللي كنحاولوا حاليا نتفاداها. فأنا كشابة من المغرب يعني كنت لاحظت بلي كثير من المؤتمرات، كثير من الأماكن الانترناشنال ما كانش حضور كبير للشباب من المنطقة ديالنا، من منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وفي هذا المخيم خلتني أعطتني الفرصة أنني نلتقي بهذا الشباب، لأنني نتعرف عليهم، أنني نتعلم منهم ويتعلموا مني، أننا نشاركوا experiences، فخلنا نعملوا واحد الصداقات، واحد العلاقات اللي غتبقى طوال المدى وغتكون لنا الفرصة لأنه يعني نبتكروا أفكار جديدة، نعملوا initiative جديدة، ومنها أنه النساء اللي التقينا هنا فكرنا في أنه الناس ما واعيينش بكيفية قضايا المرأة لها علاقة بالقضايا البيئية، فمن يعني الأفكار اللي فكرنا فيها، المشاريع اللي بدنا نعملوها من المخيم، هي أننا نستابلش واحد البروغرام اللي غيكون كذلك واحد توعية لكيفاش هاد العلاقة، لأن ساينس يعني كتورينا باللي النساء والأطفال هما الأكثر تأثرا بالقضايا المناخية، ولكن العالم ما كيشوفهاش بطريقة، يا ما كيشوفها بأن البيئة واحد القضية علمية يعني فيها غير كل ما له علاقة مع الطاقات المتجددة، ولكن هو له واحد علاقة اجتماعية اللي ما كنلاحظوهاش بزاف واللي لازم الناس تعرفوا عليها. فأنا كامرأة مفهوم العدالة وحده مفهوم أحس به وأفهمه، ولما نتكلم عن مفهوم العدالة المناخية أرى نفسي من جهتي أنني أمازيغية، ونحن الأمازيغ بالمغرب متعلقون بالبيئة ديالنا، فهذا مفهوم العدالة المناخية هو يشمل دمج القضايا ديال البيئة وكذلك قضايا أخرى سياسية واجتماعية، فأنا أراه كمفهوم يشمل كاع المشاكل والقضايا التي نعاني بها لكي نستطيع أننا نحلهم بطريقة كتخلينا يعني نكون لهم جميعا عندهم حلول. فأنا لما بديت النشاط المناخ ديالي بدأ في المدرسة ديالي، كنت أنا وصديقات عملنا واحد الكلوب ما سميناه بالانفايرمنت كلوب، كان من أجل التوعية، كنا نعملوا وركشوبس مع أطفال للريسايكلين، وكان خاصة أنه كان بدنا أن الشباب يوعوا بهذه المشاكل المناخية. من جهة أخرى أنا كندرس العلوم السياسية خاصة في مجال المناخ أكيد، وكذلك كنعمل مع الومن أند جندر كونستيتوينسي اللي هي ريبريزنتيف عن النساء في نطاق الأمم المتحدة في نطاق المناخي، وتما كنعملوا على أننا نحطوا يعني سبوتلايت والضوء نسلطوه على المشاكل اللي كنعانيوا منها، وكذلك نعطيو طلبات أو حلول من واحد النظرة اللي هي فيمينست اللي كتعطي المرأة واحد الاهتمام. فنحن بغينا نخرجوا من هذا المخيم بواحد الشبكات اللي تجمعنا كناشطات وكناشطين من منطقة ديالنا، من منطقات أخرى في العالم، لكي نتشارك الأفكار، لكي نبتكر أشياء جديدة من بعد.